بينية إلى مسعود بخير، فعل الحزم، فعدها مسعود، ويعود الآن للفريق الحزماوي. السفير لم يرمي المنديل، السفير له كلمة مع مسعود بخيت. ثاني الأهداف الحزماوية، ثاني الأهداف الحزماوية بهذا التحرك. رودولف مر وعدى بينية ومن بين الأقدام حطها يا مكسيم مسعود بخيت، أعاد الحزم في المباراة. 2-2 شوط كما كان عليه الشوط الأول. الفتح يتقدم